لا تخجل من اختلافك، فأحيانا يكون جمالك أنك لا تشبهه. أهلا وسهلا بقناة أمية صغيرة. حبايبي كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كل بخير. أول شيء حابة أشكركم على تعليقاتكم حلوة. حبايبي شفتوا عنوان الفيديو؟ اليوم رح أثبت لكم إنه إرادة فوق كل شيء. أوكي حبايبي، هلا الفيديو رح أفرجيكم شو كنت عم سوي بالروضة. شوفوا هاي الأشياء كله صار إيدي بالروضة بس مو بالبيت. شوفوا هاي أول شيء رح أفرجيكم هاي نجمة أشكال غير صندل أنستي. كنا بالروضة صرنت أنا صرت نجمة، حطينا غلاء شوية مو كتير، بعدين حطينا هدول الأشكال لونها برتقالي، بعدين هاي أزرق كمان صرت أنستي. شوفوا في ألف هاي حرفة أنا ماما أنا ألف وماما حرفي حربوه أنا ماما هاي نجمة ثالثة أنا أخضر هاي كتير فيها أشكال أكثر واحد فيها أشكال وعجبني. شوف هاي وردة شوف هاي كلها خربش. أي نجمة عجبتكم الزرقاء أو الخضراء أو الزهر؟ اكتبوا لنا تعليقات. أوه كمان أفكركم هاي شوف رسمت رواني هاي كده تخبي السودا. شوفي ألبت هاي حلو. وهي شوف ما كان أرسم ساوي إلا فاجي لماما هي الفاجة. بعدين فاجيب هاي ورقة قبر شو بيقلب يا حبيبي جبت اسمي ماما ماما أميرة. هاي خلصنا منه. رح اجيبكم هاي كله دفتر كله خرابيش. هاي سنة خرابي هاي سنة ماضية كان عمري 4 سنين بس هلا صار 5 سنين. كان 4 صار 5 هلا صار 5 طلع 5 اكيد عندي 5 شيء اظن اكيد حبيته. شوفي هي ماما خبت لي كل ياضه هاي امسي اختبار وكله جاوبت صح ما في ولا حتى خطأ ما في ولا واحدة خطأ. كيف راح يدخل يلي ما بشوف شيء هاي ورا صوري لازم ورا صوري جيبوه جيبوا القلب الخاص تبعها هيك وبعدين سألون شكون حلو. شوف هاي كمان رسمت في 2 بس هيك كله خرابيش. بشوف كيف حبيته هيك شكون انه ماما خبر اليوم رح فرجيكم. وهلا يا عيتي هاي انا وهي ماما هاي اشكال هاي حرف حرفي سهم هاي قلوب 1 2 3 4 هاي 4 قلوب ما أميرة أميرة. شو هاي وردة شكل كمان هاي كلها ذكرياتي بالروضة. شوفوا هاي وردة طبيعة طبع هاي
على بالنحلي اسوي الصوري على بالنحلي جوا النحلي كتير حلوة رسمتها هلا حطها في باب غرفتي تعالوا يلا تعالوا يلا تعالوا حطها بغرفتي نسيت اليوم ماما مصورة انتوا تعرفوا بس انا قلت يا ماما ما تحكي انه هاي فيديو اخرى الي تعالوا شوفوا ها هي اصورنا هون اصور شوفات كمان ربنا نسيت اسمون احكي ايوه شوفوا قلب شوف بدأت على عدد يلا تعالوا كمل باقي شوي ممكن هاي نحن رسمت هون هاي نحن لون أزرق ورقة ونحن رقم واحد هدية إذا حطوه أنا صار 5 سنين حلوة صراحة هاي أسمع هون ما أعرف أقرأ هذا أسامي رفقاتي الروضة شوف هاي ليندا كمان شوف هاي لويس كمان هاي ياسمين ياسمين كم من العراق ولينا من سوريا وكمان أغيا كات أجنبي لوش ما بعرف كمان هاد شو هلو شباب صبيا ما كان أعرف من وين هيك وصوص ما بعرف من وين وكمان راي بكتوريا هيك خلص هيك ماما ايه ماما ايه ماما حبايبي كنت امل بس شخبط عرفتو شمس شوي شمس يا خلطت شو هاي ودي صغيرة هاي شمس هاي خرابيش كمان ودي كثيرة كمان كثير شغلات هيك وبس هاي هاي مرة أنا مو يعني حدي أسم بالأحلى والله شكرا جلني أنا ماما والله ما حبيته كان هيك مو خرابي شو أنا وردي وردي بنوتة هاي بنت هاي أنا بنت أنا حكي خرج من أحنا هاي أول جهرنا ماما هديتني أنا هديت ماما هدية ماما هديتني هدية شكرا خدي الصفرة إلي بسدي لا ماما ايه هاي عمسك علمني حروف بس في واحد طار هاي كمان قلبوا ورد قلب كثير ولي بتوسط فور ماما وكمان قلب صغير وينو حلوة بعد ده
اكل الصورة كله عشان تكتب تكتب لماما يوم ايش اكل. شوفوا هاي سيارة عملتها، هاي كان شفيتها بشي امشي جبت ورق ومكواية شغلتها حتى هيك حتى عملتها سخنتها بعدين كله قبل كله شبه هون كله بسبب مكواية لكن هشيل اوكي. وهاي هاي كان كمان مثل هاي بس كرب راح كان عرفتي صار حلو. هاي كمان بالون، انا بالبالون كان على فوق روضة بالصف يا عم سبق انا بقلب المالون هاي انا سويت بالصبغ قصيت هاي كتبت اسمي ها شوفوا بالون سويت بالصبغ ما بتزبط مثل ما ظلت هاي لازم تعالوا الا غرفتي تعالوا هي كان الروضة لكن لكن شو الماما قالت هلا سكر الفيديو شو رايكم كيف حبيتك تعالوا كمان يومي هلا بدي تحت انا اتوقع بس اقوم خشب يوم مائي شو كل مائي صغير صغير هو أقرأ أقرأ صغير أقرأ صغير صح خليني أرسم براحتي بس حبيت أمشي كده التحم اكتشف بعدين بس تمشي شوي هاي ما ولا ماما لو كان رسم اكل عن كل شيء كل شيء كل كل ما اعرف ايش على هيك شوفوا لزقات يا الله شو بحبه كيف حبيته؟ هل حبيبون؟ أو شي طبيته؟ شاطري بالروضة شو كنت بعمل ارسم اكتب هيك يعني العب ادرس يلا يعني هيك